مشاهير كتير حاولوا انهم يعملوا مشاريع خاصة علشان يفضلوا محافظين على مستواهم المادي في حالات لو غدر بيهم الفن او الزمن او الاتنين مع بعض. في منهم نجح لكن في منهم كتير فشل وخسر فلوسه في مشاريع فشلة ورطتهم كمان في قضايا وشيكات وديون. السؤال هنا يا ترى مين من المشاهير والفنانين اللي خسروا فلوسهم في البزنس؟ ده اللي هنعرفهم مع بعض في الفيديو ده. الفنان فاروق الفيشاوي من النجوم اللي تعرضوا لخسائر كبيرة جدا وكمان قضايا بسبب فشله في إدارة مشروعه الأول، وده اللي فتحه زمان في مدينة الغردقة وكان عبارة عن مطعم، لكن المشروع ما حققش النجاح المطلوب وخسر فيه كل فلوسه وكان على وشك إنه يفلس. الفنان فاروق الفيشاوي ما تعلمش من أول قرصة أو من مشروعه الأول وقرر إنه يعمل محاولة كمان، لكن المرة دي دماغه خدته للعقارات علشان يبدأ مشروعه الجديد. برضه في المحاولة التانية الفنان فاروق الفيشاوي ما قدرش يصمد كتير بعد فشله في الاستثمار العقاري واللي ورطه في قضايا وشيكات كتيرة جدا وكان هيتحبس. عن تجربته زمان فالفيشاوي قال المشروعات اللي فتحها كانت محتاجة تفرغ علشان أحل المشاكل اللي بتظهر فيها من وقت للتاني، وللأسف المشاكل دي كانت كتيرة جدا وللأسف كنت بمضي على شيكات كانت هتدخلني السجن. قررت من وقتها إن لا، البزنس خصوصا أثر بالسلب على الفن. أما الفنانة إنجي المقدم فهي شاركت بنت واحدة من الفنانات المشهورة وفتحوا هما الاثنين محل ملابس، لكن الشراكة دي ما دامتش كتير وباظت العلاقة ما بينهم هي وشركتها اللي كانت في الأول صديقتها، وده بعد ما الموضوع وصل للمحاكم والقضايا. ده غير طبعا كلمة من هنا وكلمة من هنا، وكانت الفضايح على صفحات الجرايد والسوشيال ميديا. ونروح كمان للفنان عزة العليلي واللي بقى خاض تجربة مختلفة تماما وهي المشاركة في ملاهي مائية، وقال عن التجربة دي انه كان شايفها فكرة كويسة ولما فتح المشروع فترة مش قليلة اتأكد انه مش ناجح. بالعكس عزة العليلي قال انه خسر راس المال اللي كان حطه في المشروع وده اللي خلاه قرر الانسحاب. ومن وقت التجربة دي العليلي اقتنع ان الفنان كتير ما بيقدرش ينجح في البزنس لانه بيحتاج تفرغ وخبرة كبيرة جدا. الموضوع ما اختلفش كتير مع الفنان محمد رياض واللي فتح كافيه شارك فيه هو وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين واخوها الفنان عمرو ياسين، والكافيه ده كان في منطقة الغرب. في بداية المشروع حقق نجاح كبير جدا خصوصا ان الناس كانت بتروح الكافيه عارفين انه ملك محمد رياض ورانيا وعمرو محمود ياسين، لكن مع الوقت التجربة ما استمرتش كتير والمشروع حقق فشل كبير جدا واضطروا انهم يقفلوا الكافيه وبطلوا قصة المشاريع دي. في النهاية تفتكروا مين الاحسن، الفنان اللي يرضى باللي ربنا كاتبه له ويركز في الفن وفلوسه وبس، ولا الرزق بيحب الخفية؟ شاركوني برأيكم في الكومنتس.